اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله اسلحه الجيش المصري اللي بنتكلم فيها عن كل الاسلحه اللي بيستخدمها الجيش. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن اسلحه المشاه الخفيفه، وهنتكلم عن نوعين من الاسلحه. السلاح الاول هو سيج اس جي 550، والسلاح الثاني هو الاي كي 47. وهنبدا كلامنا عن اول سلاح في حلقه النهارده، واللي هو سيج اس جي 550، وهو بندقيه اقتحام بيتصنع من شركه سويسريه، والشركه اسمها سويس ارمز اي جي. والبندقيه اللي بنتكلم عنها النهارده مبنيه على اساس البندقيه الاس جي 540، واللي كان عيارها 5.56 ملي. وفي بعض التغيرات اللي حصلت للاس جي 550 خلته مطابق او مشابه للسلاح اللي جه بعده، واللي هو الاس جي 551. بس الفرق اللي كان موجود ما بين الاس جي 551 والاس جي 550 ان السبطانه الخاصه بالبندقيه كانت اقل في الحجم، وده برضو نفس التطور اللي حصل على الاس جي 552 كوماندوز، واللي كانت السبطانه بتاعتها اقل من سبطانه البندقيه الاس جي 551. ودلوقتي هنبدا كلامنا عن البندقيه الثانيه اللي معانا النهارده، وهي الكلاشينكوف او الاي كي 47، وهي تعتبر سلاح هجومي رشاش. مصمم الاي كي 47 كان المهندس او المصمم العسكري ميخائيل كلاشينكوف، ووقت تصميمه للسلاح ده كان موجود في المستشفى، وكان في اواخر الحرب العالميه الثانيه. وفي الفترة اللي كان بيدرس فيها ميخائيل كلاشينكوف ان هو يصنع بندقية الاي كي 47، كان بيدرس مجموعة كبيرة جدا من تصاميم الاسلحة، وقدر ان هو يوصل لتصميم شبه تصميم كان بيستخدمه الجيش الالماني في الحرب العالمية الثانية. وقدر الجيش السوفيتي الاحمر ان هو يجرب البندقية دي لاول مرة سنة 1947، وسنة 1950 امر الاتحاد السوفيتي او القيادة العامة للقوات المسلحة في دولة الاتحاد السوفيتي ان هي تصنع من البندقية دي عدد كبير جدا. قدر الاتحاد السوفيتي ان هو يدخل البندقية AK-47 عشان يتم استخدامها كسلاح فردي في الجيش الاحمر. والبندقية كلاشينكوف بيستعملها اكتر من 40 جيش حوالين العالم، وتعتبر من البنادق المفضلة والمميزة جدا في الحركات التحررية والحركات الثورية، عشان يقدر الحركات دي او يقدر المجاهدين ان هما يعملوا بيها عمليات خلف خطوط العدو. من ضمن طبعا الحاجات اللي بتخلي البندقيه كلاشينكوف مميزه في الحركات الثوريه ان البندقيه نفسها سهله الاستخدام وفعاليتها كبيره جدا، واعطالها تكاد تكون لا تذكر. وفي سنه 1959 قدر الاتحاد السوفيتي ان هو يطور الاي كي 47 عشان يخليها اي كي ام، وقدر ان هو يستخدمها برضه في حروبه وفي الحركات التحرريه. وطبعا التطور ده خلى البندقيه اخف ومداها ابعد وارخص في الثمن، والاعطال بتاعتها بقت مفيش اي اعطال تقريبا. ومن ضمن الحاجات اللي بتميز الاي كي 47 عن اي بندقيه ثانيه ان الاي كي 47 موجود منها عدد نسخ كبير جدا، وكل نسخه منهم بعيار مختلف عن اي عيار تاني. لما نتكلم عن تاريخ البندقيه اللي معانا النهارده واللي هي الاي كي 47، هنلاحظ ان هي بدات عن طريق المهندس ميخائيل كلاشينكوف، واللي كان من ضمن المهندسين العسكريين في عهد الاتحاد السوفيتي. وكان من ضمن مميزات الاتحاد السوفيتي ان هو كل فتره بيعمل زي مسابقه للمهندسين العسكريين المصممين للبنادق. من ضمن الحاجات المميزه جدا في البندقيه AK-47 ان السنوات او المده اللي اشتغل عليها المهندس ميخائيل كلاشينكوف كانت مده كبيره جدا، والمده دي كانت من بعد ما انتهت الحرب العالميه الثانيه ولغايه سنه 1949، وفي السنه دي اتقبل اخر تصميم للبندقيه. من ضمن مواصفات البندقيه كلاشينكوف ان العيار بتاعها 39.67 ملي. والمدى الخاص بالبندقيه AK-47 هو من 750 ل 1000 متر. والبندقيه AK-47 بيختلف طولها حسب التصميم او حسب الاصدار. في نوع من الاصدارات طوله 869 ملي، وفي نوع تاني من الاصدار
876 ملي، وفي اصدار تالت طول البندقيه مع الحربه او السكينه اللي بتكون موجوده في بدايه البندقيه 1020 ملي. طبعا وزن البندقيه بيختلف حسب الحاله اللي موجوده فيها، فالبندقيه نفسها وزنها 4.3 كيلو جرام، اما البندقيه وهي فاضيه تماما بدون اي ذخيره بيكون وزنها 3.15 كيلو جرام، اما البندقيه وهي جاهزه للاطلاق بيكون وزنها 3.68 كيلو جرام. وزن الحربة او السلاح اللي بيكون موجود جوه البندقية AK-47 مع الغلاف بتاعه بيكون 450 جرام، اما وزن مخزن الاسلحة او مخزن الذخيرة اللي بيكون موجود جوه البندقية فارغ هو 322 جرام. بالنسبة للرصاصة اللي بيتم استخدامها في الـ AK-47 فوزن الرصاصة بالغلاف بتاعها بيكون 16.2 جرام، اما وزن الرصاصة من غير الغلاف بتاعها بيكون 67 جرام. بالنسبة للبندقية فبيكون اقوى ضغط عند اطلاق النار على البندقية بيكون 2850 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع، اما عدد الخطوط الحلزونية اللي موجودة جوه البندقية AK-47 فهو 4 خطوط. اما بالنسبة لطول موجة الخط الحلزوني اللي بتكون موجودة في البندقية فهو 235 ملي، اما بالنسبة للسرعة الابتدائية اللي بتكون موجودة في البندقية او في الرصاصة عند اطلاقها فهو 715 متر لكل ثانية. وبالنسبة لقوة الزناد عند السحبة بيكون 2750 من 1000 كيلو متر، اما بالنسبة لنظام التبريد اللي موجود في البندقية فهو بيكون من خلال الهواء. بالنسبة لتغذية البندقية فهو بيكون من 30-40-75 طلقة، اما بالنسبة لمعدل الرماية النظري للبندقية بيكون 650 طلقة. بالنسبة لمعدل الرماية العملي بيكون من 100-40 طلقة، ونظام التلقيم في البندقية بيكون عن طريق الغاز. بالنسبة لنوع الأخمص اللي بيكون موجود في البندقية بيكون خشبي او معدني ثابت او قابل للطي. ومن ضمن المميزات اللي موجودة في البندقية الـ AK-47 ان موجود فيها نظام رؤية تقريبي يقدر ان هو يقرب الهدف من الشخص المصوب. وبالنسبة لأهم المستخدمين للسلاح الـ AK-47 فهم كل الدول العربية تقريبا ومعظم الدول الأفريقية. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية اكمل كلام معاكم عن الأسلحة الخفيفة اللي بيستخدمها مشاة الجيش المصري، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما ينسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.